في محاولة لاحقة في سياق الحلقة. سمحت الشيخ، سؤالي لك، لنا أن نسأل إذا كان التطبير مضرا بالصحة والنفس كل إضرار، نعم، فهذا حرام. نعم، فإن التطبير حرام من هذا الباب، ماذا تقول؟ من باب أنه إضرار، أضرب يعني اتباعا لما تعال نحدد نحن ما هو الضرر. في فعلين يترافقان مع بعضهما البعض فيسميان تطبيرا، وما هما؟ الجرح، الجرح وخروج الدم. نعم. طيب، هل من المحرم أن يجرح الإنسان نفسه مطلقا؟ لا، صح. أن يجرح الإنسان نفسه عبثيا، إيه، لكن أن يجرح نفسه ليتبرع بالدم، ألا هذا حلف؟ طيب، أن يجرح نفسه ولو بخدش بسيط بالإبرة تبع الحكيم لسحب عينة من الدم لأخذها للفحص، لا. أما والله مسك بإيده سكين ويتسلى بتشريح جثته، هذا الحرام، العبثية في الموت. أما مطلق أن يجرح المرء نفسه حرام، لا، مش حرام. يجرح نفسه لإجراء عملية، يجرح نفسه للتبرع بالدم، للتبرع بالدم ليس لضرر مطلقا، يجرح نفسه لأخذ عينة من دمه لفحصها. وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم جرحوا، رسول الله جرح نفسه سواء بحجامة أو بفصد، وهنا أقول الفصد ما هو؟ هو نفس التبرع بالدم تقريبا، الفصد غير الحجامة. ومرة بتقول الحرام هو إخراج الدم، ومن يقول إن إخراج الدم حرام؟ ما هو أوليس من المستحبات المؤكدة الحجامة، وهي عملية إخراج دم يرافقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة، يقول نعمة العادة الحجامة. بعث جبرائيل بأربع: القيء والكي والحجامة والاحتقان. يعني إذا أكل الإنسان أكله حس بضررها يتقيأ، والكي، والكي اللي هو آخر الدواء، والاحتقان وهو غسل المصران، والحجامة. هاي رسول الله يقول بعث جبرائيل بأربع. إذا عندك ما تنطر الناس.